كما أكد الرئيس السيسي حرصه على المتابعة الدورية لتقدم الذي تحرزه شركة إيني الإيطالية في أعمالها في مصر، لا سيما بحقل ظهر للغاز الطبيعي. وخلال لقائه رئيس تنفيذي للشركة، شدد السيسي على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لبدء إنتاج حقل ظهر، موجها وزارة البترول والجهات التابعة بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال تنمية الحقل.